قرت وفي لمح البصر. تمام. دخلت بيت ام الغلام في لمح البصر، الوليه ما في عواطف ولا اي شيء، قامت ذبحه الولد كده اهو، وحتى راس عليه لزقت الراس وبقى واقف الولد قدام. الامويين دخلوا في حال ده، بجم الامويين ازاي؟ طب الراس طارت. طب الامويين جم ازاي من الشام لمصر في لمح البصر؟ عايز افهم دي، دي اللي امنيتها فما يا ريت. وعرفوا ازاي؟ وعرفوا البيت. كان في مخابرات بقى وفي بتاع اسمها بنوع الوقت اخمار صناعي، خلي بالك من دي. تمام. دي روايه موجوده، دي رواية. ولكن روايه باطله. روايه باطله. تمام. الثانيه يقولون ان فلان راى في منامه ان راس الحسين حملت الى ارض مصر ثم جاءت فوضعت كذا. ما ناخدش بالاحلام، ديننا ما في الاحلام. ولكن بناء على ما قاله الحافظ ابن كثير اتى بروايتين، ان هي واحده دفنت في الشام وهذه غير صحيح ولم يأتي لها بالسند، والثانيه وهي التي اكدها ان راسها حملت الى قبر امه في البقيع فدفنت في قبر امه. شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله كذا على ذلك ائمتنا من اهل الاسلام قاطبه قالوا ان راس الحسين امر بها فحملت الى مدينه النبي، لان انت عارف ان هم حملوا الى مدينه النبي، آل بيت النبي بعد ما حدث يزيد ارسلهم بعد اذ اكرمهم واعطاهم الى اخره كما جاء في الروايه. المهم في الروايه الصحيحه بسند صحيح، فحملوا راس الحسين معه وهم متجهون الى المدينه، حينئذ وضعوها في قبر امه، والصواب ان راس الحسين في قبر امه في البقيع، اما في اي مكان ثاني ما في راس الحسين. وهذا هو الراجح، وهذا صحيح. تمام. صحيح. ربنا يكرمك شيخ محمد. ما انا بقول لحضراتكم شادر الكرام هنسمع طرح، ما حدش يزعل مني برضه. لا احنا تقول الحق، حتى من اهل السنه اللي بيقولوا حاجات. على فكره سوريا عندهم مكانين لراس، مصر عندها مكان لراس، ايران عندها مكان لراس، تركيا عندها مكان لراس، كل دول راس الحسين عندنا، راس الحسين عندنا، وين راس الحسين؟ في قبر امي في البقيه. نعم. نستقبل اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله. استاذ حمزه اهلا وسهلا. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بداية نحيي شيخنا واستاذنا الفاضل الشيخ محمد، اسال الله ان يحفظه وان يبارك في عمره وعلمه، واسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يحفظ بدعوة مشايخ دعوة المصريين ومشايخ مصر على قدر ما اناروا قلوبا قد كانت اقفلت، جزاك الله خيرا، وابصرت بهم اعين قد عميت، ويسر الله لمشايخ مصر، اسال الله ان يتقبل منهم. امين. حفظك وأرجو الله. وارجو ان يتحملني الاخوه جميعا من المستمعين والمتصلين، وان يزيد الله في حلمكم علي مشاركتي في مساله دقيقه، اسال الله ان يلهمكم الصبر علي. امين. امين يا رب. وتحملون الله يحفظكم. تفضل حضرتك. تفضل. حمزه المجالي من الاردن، ابو رشد، من طلبة شيخنا أبي الحارث الشيخ علي بن حسن الحلبي، وشيخنا أبي عبيدة الشيخ مشهور بن حسن سلمان، أحبابي، أسأل أن يحفظهم. أحبابي حفظهم الله، ودائما يذكرون الشيخ بخير ويحبوه في الله، وما يذكرون إلا بحبهم لله. وأنا أحبكم في الله والله. أسأل الله أن يحبكم شيخ. جزاك الله. أسأل الله أن يحبكم. مشاركتي بارك الله فيكم، فشيخنا ما ترك مجالا لأحد أن يتكلم في هذا الحدث التاريخي العظيم. جزاك الله. وبرهن بكل برهان أن أهل السنة هم أهل الحب الصادق للحسين بن علي رضي الله عنه وعن والديه وصلى الله على جده. نعم. صلى الله عليه. وأننا نحن شيعته الحق وشيعة علي الحق، أنزلناه المنزلة التي أرادها الله. نعم. وحث عليها رسوله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. ولكني ألفت الانتباه إلى أمر يستفاد من قصة الحسين، ألا وهي قضية الجناية على التاريخ وحماية التاريخ من تلك الجناية العظمى. نعم. لكل أمة من الأمم مقومات ثلاث، دينها وتاريخها ولغتها، وأعداء الأمة بصنوفهم أرادوا أن يضربوا الأمة في دينها حتى يزعزعوا لنا الثوابت. نعم. فأصبحنا نسمع آراء وفتاوى ما أنزل الله بها من سلطان. نعم. وأرادوا أن يزعزعوا صلة الأمة في لغتها حتى يقطعوا صلتها بكتاب ربها وسنة نبيها. نعم. ويقطعوا الصلة فيما بين أبنائها، وأرادوا أن يضربوا تاريخها حتى يقطعوا الصلة بين أبناء الأمة والقدوات الصالحة الحسنة، فيستعوضون عنهم بقدوات فاشلة هابطة ساقطة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والجناية على التاريخ أمر ليس بحديث، بدأ من زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه. نعم. لما جنى عليه ابن السوداء ابن سبأ. نعم. وأرجف عليه الموتورين وقاموا بقتله رضي الله عنه وأرضاه، رضي الله. ثم جاء أحفاده وأعوانه وأهله وذووه من اليهود وأفراخهم والرافضة وأعوانهم، فاتصل سندهم إلى هذا الزمان المظلم، السند. نعم. المظلم التالف الهالك إلى هذا الزمان. نعم. وظهر في الأمة المستشرقون، وأقولها لله، لو يتتبع أي من المسلمين إن كان من أهل ذلك كلام المستشرقين في التاريخ
يجد أنهم لا يتكئون إلا على كتب الشيعة والرافضة في ضرب تاريخ الأمة. صحيح. علماؤنا رحمهم الله رووا لنا التاريخ وخصوصا الحقبة المباركة، حقبة الصحابة والتابعين رضي الله عنهم جميعا وأتباعهم. نعم. هذه الحقبة التي لنا فيها تعلق مخصوص عن دون سائر التاريخ، مع تعظيمنا لسائر تاريخ الأمة. علماؤنا امتازوا بشيء، أنهم رووا تاريخنا بأسانيد ورفعوا أسانيدها. نعم. والإسناد ميزة الأمة. نعم. فالإمام الطبري رحمه الله تعالى وهو قبة التاريخ في كتب التاريخ روى هذه الحقبة بالأسانيد، ورفع التبعة عن نفسه في مقدمة كتابه أن هذه الأسانيد إن كان في القصص والأخبار التي أرويها فيها شيء قد ينكره القارئ أو ينكره السامع، إنما هذا ليس من قبلي، إنما من قبل رواتها. نعم. والمتأمل لهذه الحقبة. نعم. يجد أن رواتها هم بأكثر رواتها ممن قد التزموا التشيع دينا، وكان تشيعهم تشيع الغلاة. نعم. فمن مثل لوط بن يحيى أبو مخنف قاتله الله، له بعد تتبع وجدت له في مقتل الحسين 63 رواية. نعم. كلها ظلمات بعضها فوق بعض. نعم. يزعمون بعد ما ذكره شيخنا جزاه الله خيرا من كذب وأراجيف. نعم. فالمهم من مقتل قضية مقتل الحسين، أهل السنة يعظمون الحسين. نعم. ويعلمون الكذب الذي كذبه الرافضة وأعوانهم في حق مقتل الحسين. ولكن لا بد أيضا أن نستفيد من قضية مقتل الحسين قضية أخرى. نعم. ألا وهي قضية الجناية على التاريخ. نعم. علم أعداؤنا دعامة التاريخ لهذه الأمة، وأننا لو أوصلنا أبناء الأمة بتلك الرموز وتلك القوائم العالية السامقة وتلك الرؤوس الشامخة لازداد لتجدد في قلوبهم وأبدانهم روح الحياة، فأرادوا أن يقطعوا تلك الصلة العظمى فجاءوا فجنوا على تاريخ الأمة.